وبينضم إلينا دلوقتي على الهواء اتصال من الدكتور أسامة النحاس أستاذ العمارة والتصميم. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا، صباح الخير. يعني إيه رأي حضرتك في الخبر ده بالنسبة لموضوع الطلاء العاكس للحرارة؟ هل حضرتك شايف إن فعلا الدراسة دي حقيقية؟ طبعا، لأن الحقيقة إن المدن البيئية أو المدن الخضراء والعمارة الخضراء ليها تأثير كبير جدا على موضوع المناخ. ويعني عملية الطلاء دي في حد ذاتها هي بعض الألوان اللي هي بتبقى موجودة ممكن تبقى عكس أشعة الشمس، خاصة الألوان الفاتحة. الحقيقة بيبقى لها دور في انعكاس الشمس، وبالتالي تقليل تعرض الأسطح للحرارة، سواء أسطح المباني أو الأسطح بتاعة السيارات. حتى السيارات اللي هي ممكن تبقى بألوان فاتحة ممكن هي بتعكس فعلا درجات حرارة، وممكن هي فعلا المناخ الداخلي داخل السيارة يبقى أقل في درجات حرارته. المباني نفس القصة، إن المبنى الغلاف الخارجي بتاعه ده جزء مهم جدا، إن الأسطح في داخل المدينة وخاصة الأسطح الخضراء اللي هي يمكن الخضرة بتبقى جزء منها، أو بنقدر إن احنا ندهن بعض المسطحات في الملاعب بألوان تعكس أشعة الشمس ممكن تقلل المناخ داخل هذه المنطقة، وبالتالي بتساعد إن ممكن يبقى درجة حرارة تصل لأقل حوالي 5 درجات إلى 7 درجات. والكلام ده بنجرب في بعض الأمثلة هنا في مصر. والحقيقة أنا كان ليا مشروع في الهرم، كان مشروع في المنطقة الأثرية، كنا عاملين الجزء كله تحت الأرض، وكنا عاملين تهوية طبيعية، بزائد إن طبعا الألوان نفسها كان بتعكس أشعة الشمس، وده قلل حوالي فروق درجات ما بين الداخل الفراغ دوت، وده كان مركز زوار، والخارج حوالي 7 درجات تم قياسها في الفترة بتاعة إنشاء المشروع. إذن الفكرة دي فكرة مش جديدة، الفكرة دي نبع من العمارة التقليدية والعمارة البيئية اللي هي يمكن العمارة الإسلامية أحد المنابع بتاعة هذه الأفكار. أفكار كلها إن هي بتتاخد ويتم يعني عملية دراسة بالنسبة لها، ثم تعاد لينا على أساس إن هي ابتكارات جديدة، ولكن هي في حقيقة الأمر هي ابتكارات من المباني والطرق التقليدية اللي موجودة في كثير من بلاد العالم. ويمكن احنا بنعتبر نفسنا ان احنا متأخرين، وان احنا من دول العالم الثالث. لا، ده كل هذه الابتكارات بدايتها من العمارة التقليدية والعمارة الإسلامية اللي موجودة في مصر وفي الدول العربية. فإذا احنا لينا باع كبير جدا في الكلام ده، كل ما في الموضوع ان احنا عايزين المدن الجديدة بتاعتنا والمدن الجيل الرابع تبتدي تستفيد من هذه التقنيات وهذه الأفكار البسيطة جدا. نعم. واللي هي ممكن تعمل على ان يبقى درجات الحرارة المناخ في البيئة والتغيرات المناخية اللي بتحصل نقدر نواجهها بأساليب تقليدية وبدهانات تبقى يعني فعلا عاكسة لأشعة الشمس. ويمكن عندنا كود مهم جدا اسمه كود ترشيد استهلاك الطاقة في المباني، ده طالع من 2005، وهذا الكود بيتكلم على الغلاف الخارجي بتاع المبنى، وازاي جزء من هذا الكود الغلاف الخارجي اللي هو الالوان حتى اللي هي موجوده ودرجه انعكاس، يعني ان هي تعكس ازاي درجات حراره، تعكس ازاي اشعه الشمس، ازاي ممكن الغلاف الخارجي دوت نعزله بمواد عازله فنقلل من الدرجات الحراره اللي موجوده. فاذا هذا كود موجود عندنا في مصر، ما علينا غير ان احنا نطبقه. المركز القومي للبحوث ومعهد ابحاث البناء نشر هذا الكود من 2005، ولغايه دلوقتي بنرجو ان المحليات تبتدي تنفذ هذا الكود، وده فعلا هيفرق في درجات الحراره بشكل كبير جدا. وممكن فعلا ان فاتوره الكهرباء وانقطاع الكهرباء والكلام ده كله يبقى ده جزء من العلاج الذاتي اللي هو موجود، اللي احنا ممكن بنحرص على ان هو يتنفذ. مجرد ان احنا بس ننفذ الكودات اللي هي موجوده عندنا نقدر ان احنا نقلل من درجات حراره داخل المبنى وداخل التجمعات السكنيه. نعم، دكتور اسامه النحاس بشكرك جدا على هذه المعلومات، شكرا لحضرتك.